تمام. كلنا نفيخة. تمام. ليه اختيار الاسم؟ عشان الالات معظمها الات نفخ ولا في اسباب تانية؟ في الحقيقة هو الاختيار الاسم يعني كان بسبب ان احنا كنا عايزين نوضح للناس اللي مش عارفة الاتنا ازاي الالة دي بتتلعب، هي الة نفخ. تمام. فكنا ممكن نقول يعني ايجيبشن براس باند، وكنا ممكن نقول الات النفخ النحاسية، واسم كبير وجميل. ولكن حبينا يبقى الاسم شوية فيه فن وسهل على كل الناس انها تحفظه بسهولة يعني، وفي نفس الوقت يعني دمه خفيف لان احنا دمنا خفيف شويه في المزيكا. لا ده باين على فكره ده من بدري. طيب تعالى نتعرف عليك بقى. حد احمد اسماعيل. احمد اسماعيل دي ايه؟ ترومبون. 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 تمام. امير ابراهيم، بلعب ترومبون برضو. ترومبون برضو. وانا اسمي محمد سواح وبلعب ترومبت. محمد سواح ترومبت. تمام. اهلا الشباب الجميل. مصطفى ترومبيت. منين؟ اليابان. من اليابان؟ انت فاجئتني. بتلعب ايه؟ باستوبا. اسمها معلش باستوبا. ماستوبا. باس. باس. الصوت الرخيم والعريض باستوبا. باستوبا. يعني دي اسمها باستوبا. ده متعارف عليها دوليا يعني. اهلا وسهلا باليابان. في علاقات كويسه قوي بيننا وبين اليابان، انا مبسوطه. كويس هايل، بحب اليابان قوي. مش هيفهم الكتير. تمام. تمام. طبلة ورق وبركشن. تمام. درامز. سامح شعبان. اهلا وسهلا بكم، منورينا في مفتاح الحياه. اللي احنا سمعناه ده دلوقتي ايه؟ الحقيقه بنحتفل يعني، دي حته مزيكا كده، مش دي مزيكا متعارف عليها دوليا برضو. بنسمعها في اي مكان في العالم بنروح فيه، لازم في احتفالات راس السنه بنسمعها. بس هي ليها اسم، جينجل بيلز. الاغنيه اسمها جينجل بيلز. بالظبط. دي اساسها ايه يعني؟ اساسها اسكتلندا اعتقد كانت. هي مش عارف المهم انها حلوه يعني.